ومجتهد سلام للطاقم وللمشرف البطل ويعيش من يتعب على المجد بالفعل من منطلق الابداع جيت المشاركه وهنا بدايه النجوم العمالقه هذه بدايه والكيان العظيم الفارق حزت على الابداع وكثر المشاهده لا 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 مستحيل مستحيل انت يا عبد الله اليوم واقف هنا واقف في قناه بدايه ما راح تسوي شيء مستحيل انك تتجاوز المرحله ذي او تسوي الشيء اللي انت تبيه ما راح تقدر ولا راح توصل للحلم اللي في راسك الحلم اللي تبيه السلم اللي تبي تصعده مستحيل انك توصله ما بتقدر ما في ما 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 عندك محتوى مستحيل انك تشارك ما راح يقبلونك ما في فايده تسعى ورا وش تسعى ورا حلم مستحيل يا مناس سعوا غيرك يا مناس تسلقوا السلم ذا ولم يوصلون للشيء اللي يبونه ما وصل الحلم ما في فايده ما راح تقدر تسوي شيء ما راح يقبلونك لا بدايه ولا غير بدايه خلك على حياتك الطبيعيه كل واشرب ولا تسوي اي شيء في الحياه ذي خلك مشغل حيز من الفراغ بس لا انا وقفت اليوم انا جايكم اليوم ضد الكلام ذا انا تركت الطاقه السلبيه تركت الناس السلبيه تركت الناس اللي تقول لا ما تقدر يا عبد الله لن تستطيع لن توصل للشيء اللي تبيه لا يا حبيبي انا عندي حلم انا عندي طموح انا لازم اوصل للشيء اللي ابيه اي انسان عنده حلم في الحياه ذي اي انسان لازم يكون يصعد ورا السلم ذا السلم ذا سلم حلمك سلم طموحك لازم تبنيه فانا راح اوصل للشيء اللي ابيه وانا اليوم واقف امام قناه بدايه امام العمالقه والله يكتب اللي فيه خير وسلامتكم معكم مرحبا. اخوكم عبد الله السعيد سعد العلياني انسان من منطقه الجنوب بالضبط مدينه شواص قريه شواص معليش ابلغ من العمر 25 سنه انسان ممثل انسان احب التقديم احب اعيش ريالتي لا اطيق التصنع اسم كريم عبد الله السعيد سعد العلياني ونعم يا عبد الله عبد الله قدمت نفسك تقديم جيد ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرحمه يمكن والله. اغلب الاسئله اللي جالسه تدور في روسنا انت جاوبت عليها عبد الله القصيده اللي انت قلتها بالبدايه قصيدتك لا ما هي لي. انا احفظ شعر انسان احفظ لكن لا اجيد المرحله دي ولا اجيد الموهبه دي دايرم انا والله شوف تسلسل الموضوع شلون عرف نفسك على لا يا عبد الله اعطاني عاد ما انت عد عليك في امور التقديم والامور هذه يا ابو نايف لا العين ما تعلى الحاجب بس ان التسلسل اللي مشى فيه عجيب عجيب عرف نفسه وطرح المشكله والحلم ولازم يصعد سلم ومش عارف ايش عقب طرد الطاقه السلبيه بعدين قال لازم يحقق الحلم الله يوفقك يا عبد الله وياك الله يرحمك علي شنو هوبتك؟ التمثيل ممثل في مسلسل شباب البو احب برضه التقديم لكن ما تحت الفرصه وان شاء الله تتيح الفرصه من قناه بدايه كيف تقول ما تحت لك؟ ما اي حلقه في ابو الحلقه الثانيه اي جزء الجزء الاول الجزء 12 معليش شباب البو حلقه 12 الاول ايش تبغى انت الحين لا قول لا اله الا الله الموسم 12 الموسم 12 اي مسلسل حلقه عزوتي مسمى الحلقه الموسم 12 حلقه عزوتي اي نعم واذا ما طلعت تمثل فيها ذاك الوقت تعال انا طيب سؤال ثاني ليش مرتبك مرتبك لا والله الا برد وانا هنا من الساعه 5 انت قدمت نفسك في 35 ثانيه تمام اول 15 ثانيه ناظرت السقف 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 ثم من اخر 20 ثانيه ناظرت ناصر كل الوقت ناظر ناصر 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 اعطيت الدعير النظرتين اعطيته النظرتين انا مسجله هنا انا نظراتي على ناصر لانه قدم ليش ولا قصرهم فيكم يعني قصدك دعير ما عنده لا والله بدا بدا كل رجال فيكم له قدره وله حقه طيب القناه ذي وبرا ما عليك زود ما عليك ما عليك طيب انا كذا ممكن اقيمه تقييم ناقص ما حقك حق المحقق حقك بالنهايه انت عضو لجنه تقيمه تقييم ناقص عشان ما يطالع حق المحقق خلاص طالع طالع على خشم طيب لا تلوم ارتباك وبرد بردان خلها عرب مو اقسم برد الجنوب اخو كنتم سابقين ب 10 ايام 20 يوم صح ولا لا؟ صدق احنا الجنوب سبقناكم طيب ممثل طبعا الرجل قال جاي من الساعه 5 واحنا محددين لهم وقت انهم بيجون يعني في وقت المقابلات لكن الرجل واضح جاي من حرصا جاي من بدري اي نعم اي الله يحييك يا عبد الله الله يبقيك تسلسل السيناريو من كتب لك اياه؟ انا نسقت انا بنفسي انت منسق السيناريو؟ اي نعم قد قدمت قبل برنامج واقعي؟ ما اتاحت الفرصه اول فرصه لي وان شاء الله انها تكون بدايه موفقه باذن الله الله يوفقك عبد الله الله يوفقك عبد الله فالك طيب موفق يا حبيبي الله يرحم والديك يعطيك العافيه حياك الله انا يعجبني المتسابق اللي يدخل وهو مجهز نفسه بعض المتسابقين باللجان اللي سويناها قبل يجي يوقف قدامنا ساكت اهلا وسهلا
ينتظر منك اسئله. وش تبي تقدم؟ يقول اللي تبغون. لا ما في اللي تبغون، انت جاي قدم نفسك تقدمه. منيو بيتزا وبروستد وحراق. شوف يعجبني اللي يقدم صح، انه مثلا اسالك انه هلا وسهلا يا مهندس، احنا اسفين انا اسف خربت الشاشه عليكم. ما شاء الله انت تشتغل اوفر تايم حكم على التيشيرت هذا. حبيبي والله حبيبي. اشتراك في